يا أخي لعله خير، وما يدريك لعل الله عز وجل كتب لك به خيرا. طحت مريض، خسرت فلوس، صار حادث، يا أخي لعله خير، وما يدريك لعل الله صرف عنك شرا أكبر. ترى ما في شر 100%، الله لو يقدر شرا لا خير فيه، ما في في الأرض كلها، والشر ليس إليك، شر كامل لا خير فيه محض لا فائدة منه مستحيل. الله عز وجل لا يخلق هذا الشر في الأرض، بل كثير من الأشياء التي حنا نستعيذ بالله منها ويا رب ما تصير لنا وصارت، قد تكون خيرا لنا ونحن لا نعلم، نستعيذ بالله منها وهي خير لنا أحيانا. ما أقول لك ادعو على نفسك بالشر أو قول يا رب يحوشني مرض، لا، لكن أقول لك إن حصل لك أمر مما تأنفه النفوس وتعافه وتبتعد عنه وتنفر عنه، أي شيء، خسرت فلوس، لا سمح الله مرض، خسرت حبيب، فقدت شيء من الدنيا، لا تجزع، لا تيأس، لا تتأفف، لا ترد القضاء والقدر، بل قل دوما لعله خير، لعله خير أراده الله عز وجل بي، لعله خير. قد ترى المصيبة بحد ذاتها مصيبة، لكن ما تدري لعل الله عز وجل كتب لك بها الخير، فقل دوما لعله خير، قل دوما لعل الله عز وجل أراد بي الخير، وأراد بأهلي الخير، وأراد بمالي الخير، وأحسن الظن بربك جل وعلا. كل شيء يحصل قل لعله خير. داود عليه السلام جاءته امرأة يوم من الأيام تبكي منزعجة وكان يحكم بين الناس، قالت يا داود يا نبي الله ما لك يا امرأة؟ قالت أربك ظالم أو عادل؟ أعوذ بالله، ماذا تقولين يا امرأة؟ قالت ربك ظالم أم عادل؟ بالتأكيد عادل، ربنا جل وعلا. قالت انظر ما الذي حصل لي، لي بنيات صغار أغزل لهن وأبيع فأطعمهن، غزلت غزلا، يعني تنسج نسيج لين يخلص تروح تبيعه وتشتري أكل حق عيالها. تقول غزلت وأنا أمشي في السوق لأبيعه، لففت غزلي في خرقة حمراء، تقول وأنا في السوق أريد بيع هذا الغزل إذ جاء طائر، جاء طير من فوقي، طائر كبير، تقول فنزل إلي فأخذ الغزل وطار راح، تقول أردت أن أقبض عليه راح، طار الطير، كل تعبها راح، عيالها ماذا سيأكلون؟ بكت المرأة، جزعت، ذهبت إلى داود، إيش الذي حصل لي وأنا؟ فقال لها داود اتق الله واصبري، اصبري يا أمة الله، وهو يصبرها. إذ دخل رجال 10 دخلوا على داود من التجار، تجار المدينة، كل واحد يتصدق 100 دينار. قال لما هذا؟ قالوا كنا في سفينة فخرقت السفينة، صار فيها فتحة وكادت أن تغرق، فجاء طائر فوقنا فرمى خرقة حمراء فيها غزل، فيها قماش، يقول فأخذناه ووضعناه في الخرق وأصلحنا السفينة ونجانا الله عز وجل. قلنا لئن نجانا الله ليتصدقن كل منا 100 دينار. أخذ داود عليه السلام 1000 دينار، كل واحد 100، وأعطاه للمرأة وقال لها رب يرزقك في البر والبحر وتصفينه بهذا، اذهبي وارجعي بهذا المال. مهما حصل قل لعله خير. خسارة فلوس، مرض، جرح، أي مصيبة نزلت، انتظر وأحسن الظن بالله عز وجل وقل لعله خير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن الرجل ليستخير فيختار الله عز وجل له فيسخط على ربه عز وجل، فلا يلبث فينظر في العاقبة فتكون العاقبة خيرا له. هذا ما يحصل؟ اي والله يحصل كثير. احيانا الواحد يستخير ربه متردد بين شيئين، فيختار الله عز وجل له فيتضايق، ليش ما صار له شيء الاخر؟ طيب انت استخرت
أنت وكلت أمرك لله عز وجل، إيش فيك زعلان؟ لما تضايقت؟ كأنك في البداية ما كنت تبي إلا شيء واحد، أنت استخرت الله، توكلت على الله خلاص. يقول فيسخط على ربه عز وجل، يتضايق ليش الله قدر له هذا الشيء. ثم يمر الزمن فيكتشف أن الذي اختاره الله عز وجل له هو خير، فيقول إيه الحمد لله أن الله ما قدر لي كذا. إيش عقبه؟ كان يفترض أنك ترضى بما قسم الله لك من البداية، فقد يكون خيرا لك. كم من فتاة جاءها خاطب استخارت، ما صار الزواج، تضايقت، زعلت، بكت، اعترضت، بعدين اكتشفت أن الله عز وجل سيقدر لها من هو خير منه، أو أن هذا الرجل إنسان سيء أو فيه ما فيه. كم من إنسان في تجارة أراد أن يدخل في عمل أو في تجارة لكنه ما قدر له، تضايق، ليش فاتني هذا الأمر، بعدين اكتشف أن التجارة كلها خاسرة، كلها فلست، الشركة راحت، يقول الحمد لله أني ما فعلت كذا وكذا. صح الواحد يدعو الله بالخير ولا يتمنى الشر ويسأل الله عز وجل العافية، هاي طبيعة الإنسان، لكن إذا قدر الله له شيء لا يتضايق، لا يجزع، يصبر ويشكر في الحالتين. الطنطاوي يذكر قصة رجل، الطنطاوي رحمه الله كان عالما مربيا فاضلا محبوبا عند الناس، يذكر قصة رجل حجز في سفر مهم من أهم أسفاره، ورتب كل أموره، مجهز الناس اللي ناطرته هناك، يبي يسافر، نام، حاط الساعة ومجهز كل شيء، استيقظ وإذا بالطائرة قد حان وقتها، أسرع بسرعة إلى المطار عشان يدرك الطائرة، فاتته الطائرة. كم تضايق، كم حزن، كم تأفف، كم ضجر هذا الإنسان، شلون فاتتني الطائرة وراحت علي السفرة هذه المهمة. تدرون ما الذي حصل؟ الطائرة سقطت، مات كل من فيها. علم هذا الرجل أن الله كتب عليه أن ينام فتفوته طائرة مهمة وسفر مهم حتى يصرف عنه شرا أكبر. نعم، قد يكون ما تراه الآن خير لك في المستقبل، قد لا يكون الخير في الدنيا وقد يؤجل الله لك الخير في الآخرة. ثق بربك، أحسن الظن به، تفاءل، كن مطمئنا، فإن القادم أجمل بإذن الله. وقل في كل ما يحصل لعله خير، كيف لا يكون فيه خير وهو تقدير الله عز وجل لك. قد يكون فيه جزء من الشر لكن الخير في باطنه وفي عاقبته.